كل محافظة محافظات الجمهورية بتتأثر بحرفة معينة. طبعا هروح بيكو على المكان اللي مهما كان عندنا في محافظات مصر المختلفة عندنا موديلات حلوة من الأساس والديكورات الخاصة أو التصميمات الخاصة بالأساس، بنروح على دمياط. طبعا عرفت انا بتكلم عن ايه، عن صناعه الاساس. اي عروسه بتروح لازم تشوف العفش بتاعها من دمياط. وصلنا لغايه فين في حركه الصناعه في دمياط؟ وتعالوا دايما احنا بنتناول الموضوع من منظور تاني مختلف، تعالوا نشوف الموضوع ده من ناحيه نظر الكاتب والروائي، وقد ايه ان البيئه المحيطه بيه دايما بتاثر عليه. ممكن يكون صاحب حرفه او مهنه معينه، ولكن الهوايه لا تفنى ولا تزول، بل بالعكس بتتاثر بالبيئه المحيطه. صاحب المهنه وصاحب الحرفه وصاحب كمان الهوايه الخاصه بالكتابه، رائحة الصناعة أثرت عليه وكمان خلته يفكر بشكل تاني، وكتب رواية بعنوان طبانجة ميري، وكتب رواية بعنوان الرائحة. تعالوا نشوف معاه تفاصيل ونستمتع معاه بهذه الرائحة اللي هو تذوق كل معانيها من خلال وجوده في محافظة دمياط، ونشوف إيه حكاية طبانجة ميري. هنرحب حالا بضيفي ونعرف تفاصيل أكتر عن طبعا هوايته وكمان حرفته في مجال صناعة الأساس في دمياط. اسمحوا لي بس أني أرحب بالكاتب والأديب السيد شليل. أهلا بك ومنورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور، منورنا في ساعة صبحية. وأنا بحب جدا دمياط، دمياط من المحافظات الجميلة، وفعلا مفيش عروسه في الدنيا راحت ما راحتش، انا بس استبعدت المشوار عشان كده ما رحتش دمياط، بس هي انا فعلا لو عليا كنت عايزه اروح. يعني ربنا يخليك. فعلا هي محافظه ليها اسم وليها ثقل في صناعه الاساس. صحيح. عرفني بس بحضرتك وبنفسك وبتاريخك ما شاء الله، يعني الروائي المشرف، وازاي اتاثرت بالبيئه المحيطه بيك. اولا صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير على الساده المشاهدين، وصباح الخير على مصر بكل ما فيها. ولو جينا نتكلم اقول اسم السيد شليل من محافظه دمياط، كاتب قاص وروائي وكاتب قصص اطفال. اصدرت مجموعتين قصصيتين، المجموعه الاولى بعنوان الرائحه، والمجموعه الثانيه بعنوان طبانجة ميري، وتحت الطبع روايتان، روايه بعنوان مد اليد وروايه اخرى بعنوان الديبه. وفي اعمال خاصه بادب الطفل، يصدر عن الهيئه العامه للكتاب قريبا مجموعة قصصية للطفل بعنوان ما حدث في بستان العم سعفان. هذا بالجانب الأدبي. لكن لو جينا نتكلم عن دمياط فالكلام عنها يطول. دمياط بتتميز بعدة أشياء وليست الأساس فقط. دمياط تتميز بالجبنة الدمياطي، بالجلود، بالحلويات، بكل المشبك. صح، مشبك في دمياط، المشبك يعني ما فيش حد ينزل دمياط الا لازم يشتري المشبك. صح، حضرتك ازاي، ولازم يشتري الجبنه البيضاء، ولازم كمان عندنا موقع جغرافي رائع وهو راس البر، مصيف راس البر، وهو ملتقى النيل بالبحر المالح، وهي الايه التي ذكرت في القران: مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان، هو الخط الفاصل واختلاط الماء الحلو بالماء العذب. فدمياط يعني أرض خصبة لكل من يحب أن يبدع في المجال الأدبي أو حتى في الحرفي. يعني لو جينا نتكلم في الأساس نلاقي أن الإبداع كله بالنسبة للحفر على الخشب، بالنسبة للدهانات، بالنسبة للألوان، بالنسبة للديكور والكلام ده كله، كل ده موجود في دمياط. ودمياط كانت بتسمى يابان العرب، وكانت إيطاليا نفسها كانت بتستورد منها الموبيليا، ولكن الطليان طلعوا اذكياء شويه، فخدوا اليد العامله الماهره اللي موجوده في دمياط، ثم وفروا لهم الامكانيات وحطوهم في ظروف ملائمه ووفروا لهم كل شيء وخلوهم داخل ايطاليا مش في دمياط. وهنا بدات الصناعه يعني يحصل فيها كساد شويه، واخد حضرتك ازاي؟ لكن لو جينا نتكلم على الاجواء في دمياط بكل تفاصيلها، اول حاجه الطفل الدمياطي بينشأ أول حاجة لازم يكون عنده حرفة. صحيح. لازم يكون حرفي في كل المجالات بقى، في النجارة، في النقاشة، في الدهان، في التنجيد، في أي مجال، ولكن لازم يكون عنده حرفة تقيه من الأيام. ولكن أيضا لابد أن يحصل على شهادة
والشهادات والكليات الكبرى دائما ما يحظى بها ابناء دمياط، يعني بيبقى عنده الجانب العملي والجانب العلمي الاثنين متساويين، واخد بالك ازاي؟ فالارض الدمياطيه خصبه جدا، تستطيع ان تبدعي فيها كيفما شئتي. من خلال البيئه الدمياطيه كتبت مجموعه الرائحه، ومجموعه الرائحه تتميز بانها كل قصه رائحه. يعني الخوف رائحه، الحب رائحه، الكره رائحه، الموت رائحه، كل التفاصيل داخل هذه المجموعه تستنشقي عبق البيئه الدمياطيه بمفرداتها باجواءها، حضرتك ازاي؟ وده شيء طبيعي جدا، الكاتب لسان حال الناس طبعا، لابد ان يعبر عن المهمشين والبسطاء، ولازم يكون مطحون في وسطهم عشان يقدر يعبر عنهم، عشان يحصل في جسر تواصل بينه وبينهم. واكتر رائحه كانت قريبه لقلبك وحسيت فعلا انها بتعبر عنك وعن اهل دمياط كانت رائحه ايه في الروايه؟ من خلال ما هي مجموعه قصصيه مش روايه. من خلال المجموعه القصصيه اقرب شيء كان بالنسبه لي كانت قصه غريبه الشكل، يعني تفاصيلها حتى يعني ملفته شويه، ان صاحب صنعة وما بيقدرش ان هو يعني يحضر هديه لبنته في عيد ميلادها، وهي عباره عن فستان. لما سوء الصناعه حصل فيه كساد وكلام من ده، وده كان بيعول او كان بيستشرف الواقع اللي احنا فيه حاليا، واخد حضرتك ازاي؟ وده اللي كان الدهشه، ان انت بتستشرفي الواقع قبل ان يحدث. وهنا يعني هي فيها جزء الكتب واقعي، يعني دي مستوحاه من قصه حقيقيه؟ لا الدور هنا لمخيله الكاتب، من وحي الخيال. مخيله الكاتب بتلعب، لكن المفردات البيئه هي ايضا لها بصمتها ولها طابعها الخاص. حضرتك ازاي؟ هو لم يستطع ان يوفر لها هذا الفستان كهديه، حضرتك ازاي؟ رغم ان في محلات بوتيكات، لان هنا بقى بتيجي لمرحله الانفتاح، البوتيكات، الملابس، محلات الملابس والكلام ده كله موجوده في المكان اللي هو موجود جنب منه. صحيح. جنب المحل اللي هو بيشتغل فيه او الورشه اللي هو بيشتغل فيها جنبها بوتيكات، لكن ما بيقدرش يوفر الراسماليه مع الجانب الحرفي اللي بيحصل فيه كساد. ده اللي انا حبيت ان انا اقوله، كانت قصه اسمها الفستان. طب هو فعلا في كساد في دمياط، على الرغم ان فعلا اي عروسه، وده حقيقي، يعني انا بعمل دعايه لدمياط وورشنا الجميله وصناعه الاساس اللي فعلا لازم ابدا ما يحصلش فيها كساد، كل حد لسه مقبل على الزواج روحوا دمياط. فعلا المشوار ممكن يكون بالنسبه لكتير محافظات ممكن يكون بعيد شويه، بس صدقوني الخشب بيكون مختلف، الصناعه، الفينيشنج او التشطيب زي ما بيقولوا كده، الموضوع مختلف. دمياط تستحق ان انتوا تروحوا وتتفرجوا وتشتروا من هناك، رغم الاقبال ده، وتلاقي اي حد فعلا بيتزوج يقول لك انا رايح دمياط. ليه حاصل كساد والمشكله في ايه؟ المشكله ان في بعض رؤوس الاموال بتعمل يعني زي ما تقولي كده ايه، تجفيف للسوق، بتستورد مجموعه من الاخشاب ومجموعه من المواد الخام اللي بيتم فيها بها تصنيع هذه الموبيليا وبتخزنها. فيجي هنا الصنايع البسيط او العامل البسيط اللي هو ما بيقدرش يشتري الخامه، واخد حضرتك ازاي؟ فبيحصل كساد، بيحصل ركود. التاجر مستفيد، لان في لحظه ما هيفتح السوق هيبيع وهيعيش، ما عندوش مشكله فيه. بالعكس هيربح. لكن المشكله هنا بتقع على عاتق اللي هو الحرفي البسيط، واخد حضرتك ازاي؟ الكساد حصل من كده، او السوق هبط من كده. الناس اليد العاملة البسيطة دي ضعاف، ما يقدروش ان هم يشتروا كميات عشان يقدروا يشتغلوا بيها. كمان التاجر بيشتري المنتج المصنع بنفس السعر مع ارتفاع الخامة. انا عايزه اوصل لك برضو شكوى، زي ما احنا بنتكلم على شكوى القائمين على الصناعه، المستهلك برضو حاسس ان في زياده جنونيه في الاسعار، يعني مثلا اسعار اوض غرف النوم، السفره، الانتريهات، الصالونات، وخصوصا بقى اللي هو الحاجات الستيل اللي بعيده عن المودرن، يمكن المودرن ارخص شويه. لكن الحاجات الستيل سعرها او الكلاسيك سعرها جنوني، يعني بتكلم في غرفه سفره مثلا ب 60,000 ب 40,000، الاسعار دي وصلت ليه انا معاك ان كل حاجه زادت، بس هل اليد العامله ما بقتش متوفره، العماله ما بقتش متوفره، فبالتالي المواد الخام، ايه اللي حصل للزياده الجنونيه دي؟
حاجتين. الحاجه الاولانيه زي ما حضرتك قلتي ان اليد العامله، ما انا قلت الكلام ده من بدري، ان الطليان خدوا اليد العامله الماهره اللي هي كانت يعني دمياط بتعول عليها فعلا. بس ده دلوقتي ولا زمان؟ لا زمان. طب ما دول الاساس. الاساس. لكن كمان في نقطه مهمه جدا، ان الدوله يعني معلش ما فيش رقابه على الناس اللي بتعمل تجميع لهذه المواد الخام وتخزنها، بتجفف السوق، واخد حضرتك ازاي؟ فبالتالي الاسعار بترتفع بشكل جنوني، واخد حضرتك ازاي؟ لو جينا نبص نلاقي سعر الخشب مثلا بيتفاوت من شهر لشهر الافات، مش مئات. طب الفرق ده هيجي على مين؟ ما هو هيجي على المشتري. حضرتك ازاي؟ مش هيجي على لا على صاحب المعرض ولا هيجي على الصنايعي، لكن هيجي على المشتري. هي هنا النقطه. صحيح. اللي يعني انا من لقائي مع حضرتك النهارده، طبعا في محافظه جديده وهي انثى، انا طبعا بصبح عليها حاليا، دكتوره اماني عوض، هي محافظ جديد لمحافظه دمياط، بتتولى من خلال منذ ايام حقبه المحافظ. لكن انا بأناشد ان هي تضرب من يد من حديد على من يحاول ان يعوق حركه الصناعه في دمياط، لان هنا هيحصل موت. مواد تام، انت هيبقى نفسك تنزلي عشان تشتري الموبيليا من دمياط، لكن مع ارتفاع الاسعار مش هتقدري. اعتقد ان في كساده، رغم ان احنا في موسم فصل الصيف ده بيبقى دايما موسم للزواج، ولكن الكساد اعتقد ان هو زي ما حضرتك كنت بتتكلم انه فعلا مع الارتفاع الجنوني للاسعار الناس بقت لا يعني، وحتى كمان الحاجه ممكن تتعمل عموله. يعني صحيح الحاجه ممكن لو اتعملت عموله ممكن تبقى ارخص شويه، كان زمان الحاجه بتتعمل عموله وتقعد 6 7 8 شهور النجار يشتغل فيها براحته. عنده الخشب دلوقتي لو سابها لشهر الخشب هيتضاعف. الخمس عراق هيزيد فعلا. طب هيبقى ازاي؟ واخد بالك ازاي؟ دي نقطه مهمه جدا. لكن في الوقت الحالي بيتعمل مصنع يعني على مساحه كبيره جدا داخل دمياط لتصنيع المنتج العالمي بالامكانيات العالميه، بالالات التي تناسب هذه الصناعه. مش هنخش بقى في الستيل، هنخش في المودرن. بس المودرن قليل، انا خدت بالي انه المودرن مش من ناس كتير مش بتعمله للاسف. وفي معارض موبيليا معروفه مشهوره قوي تلاقي حاطط 7 8 اوض ستيل واوضتين ثلاثه مودرن. اقول لحضرتك ليه؟ يعني انا عشان اجيب مودرن ده لفيت الجمهوريه كلها. وكمان المشكله ان برضو ده كتير من الناس بتتضايق منه، مفيش ابديت او تحديث للصناعه. ذوقنا زمان كان حاجه اللي هو البني اللي مفيش غيره، اللي هو بيوتنا كلها بني، اللوستر ده. مصر كلها كانت بني. صحيح انا معاك ان ده اللون الشياكه زي الاسود كده مثلا في الملابس لا يبلى ولا يفنى، البني نفس النظام، بس لازم ادي اذواق تانية ولازم اروح لفكر تاني، ان احنا بنروح بقى الحاجات المستورده للاسف. يعني بالنسبه للمودرن الاول خالص كان الخامه اللي بيصنع منها المودرن ما كانتش بتناسب اجواءنا، ازاي؟ لا درجه الحراره ولا 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 ولذلك كان التاجر مش هيجازف لان عارف المشكله اللي فيها. الستيل مهما قعد ما فيش فيه مشكله خالص. فاهم حضرتك ازاي؟ في ناس لسه بتشتريه لحد دلوقتي، لكن دلوقتي بقى التصنيع دوت من خلال خامه تصلح للاجواء الداخليه والعالميه، اعتقد ان ده هيفتح سوق ومجال يعني للتصدير، اعتقد ان ده هينعش السوق شويه. احنا ممكن نوصل فعلا احنا نحتل مرتبه متقدمه في التصدير؟ ليه لا؟ احنا نملك الصناعه ونملك ان احنا نعمل بدل الابديت 100 ابديت. مع احنا بنصدر طيب دلوقتي ولا نسبه في الوقت الحالي؟ بعض الدول بعض الدول يعني البسيطه، لكن احنا عنا في التصدير على الخارج لان هما الاقرب بالنسبه للمودرن، ما بيبصوش لموضوع الستيل، لان انت ممكن تقعدي فيه 7 8 شهور تعملي في قطعه فرنتونه بس او قطعه صغيره كده متر في متر كده تقعدي فيها مثلا شهور. لا، انت عايزه تصنعي وتنتجي عشان تقدري تبيعي، عشان تقدري يحصل عندك رواج. طب ده هيحصل ازاي؟ هيحصل لما انت تصنعي المنتج العالمي. وده اللي فعلا في الوقت الحالي المنطقه اللي بقول لحضرتك عليها المنطقه الصناعيه قائم عليها العمل في هذا المجال، ان هو يحصل ضخ جهود الدوله كلها بتبذل من خلال ان يحصل هذا المنتج يطلع بالمواصفات العالميه. عشان تقدري تفتحي سوق خارجي تقدري تصدري فيه، تصدري
يبقى لك اسم ويبقى لك ماركه خاصه بيكي، واخد حضرتك ازاي؟ فاعتقد ان ده كويس. بس هي المشكله ان كل اليد العامله هتبقى شغاله في هذا المكان. صحيح. اصبح صاحب الورشه بقى اصبح عامل. طب وماله؟ داخل المكان. طب وده هي دي النقطه. وكمان تدريبه حاجه مفيده للصناعه. طب ايه المشكله؟ وكمان تدريبه على الالات، ما هو ده هياخد وقت. هو معلش، لو هناخد وقت وهنطور، لو هناخد وقت وهنحدث، لو هناخد وقت وهنصدر، احنا ممكن نستنى على الوقت بدل ما نفضل بنتكلم على الوقت وفي الاخر ما فيش تقدم. وانا بناشد حضرتك وبناشد القائمين على الصناعه، وزي ما حضرتك تفضلت واتكلمت، احنا محتاجين لتحديث، محتاجين لتدريب كمان ايادي عامله. التعليم الفني ما وماله لما نركز على حرفه صناعه الاساس، لان دي صناعه مهمه جدا. ما يعني مش بس انا نفسي انها يبقى المنوط بيها محافظه دمياط هي ان هي تخرج لنا اساس، لا، انا نفسي ان ده يتعمم في كل محافظات الجمهوريه، مع طبعا انتعاش الصناعه في محافظه دمياط. حضرتك عايز تقول حاجه؟ اقول لحضرتك على حاجه. فضل. هو في الدول العربيه كلها ان كل الحرف بتدرس وبيتاخد يعني عنها في المدارس شهادات. حضرتك ازاي؟ يعني في الدول العربيه كلها، انا سافرت، مهنه النجاره دي دي دي, دي مش مهنه بس، ده كمان بتدرس وبيطلع خريج المدرسه الفلانيه وشهاده معتمده وكلام من ده. يبقى لازم نفعل الدور الحرفي داخل المدارس. صحيح، وده مهم جدا. انا يا ريت، انا بناشد طبعا وزير التعليم ان احنا نهتم بالموضوع ده في مدارسنا ونخرج ايادي عامله، لانه لما يبقى الشاب كده صاحب حرفه او صاحب مهنه، مفروض ان هو زي ما بيقولوا كده الايد اللي هي ايه العامله دي من ابرك الايادي، حلاوه الايد الشغاله. فهو هيبقى رايح سوق العمل وهو مطمئن، هيبقى خارج وهو مطمئن، عنده حرفه، مش قلقان، مش لسه هيدور على شغل. فطبعا انا بتمنى ان التجربه دي تعمم. انا عايزه اروح للجانب الروائي شويه والهوايه الجميله، وتقولي بقى ايه حكايه طبان جميري. اتفضل. طبعا جميري هي كانت اخر اصداراتي بالنسبه للقصص القصيره. كانت المجموعه صادره عن دار الادهم للطباعه والنشر، وكانت مجموعه يعني وجدت رواج ووجدت قبول لدى النقاد وحتى في الشارع المصري. هي الفكره كلها ان الطبانجه هي الدفاع، جيشنا اللي بيحمينا، اللي بيضرب من يد من حديد على اي حد يتطاول داخلي او خارجي، واخد حضرتك ازاي؟ بيحمي المهمشين، وفي جزء تاني بيبقى خارج عن ده. هنا النقطه اللي احنا بنتكلم فيها بقى، الامان، ولكن ايضا لا تكون يد تضرب على البسطاء او الضعفاء، واخد حضرتك ازاي؟ المجموعه القصصيه فيها يعني مجموعه كبيره من القصص بتتناول عده اجواء ايضا داخل دمياط، المعارض والتجاره والسمسره المشاكل اللي بتقابل حتى الناس اللي بتنزل تشتري موبيليا من دمياط. عايز اقول ان طبان جميري يعني بالنسبه لنا على الاقل حققت طموحي ككاتب، لان كان فيها خصوصيه المكان اللي هو دمياط عاليه جدا. حضرتك ازاي؟ كمان لو جينا نبص هنلاقي طرحت فيها بعض القضايا اللي حاليا بنعاني منها، زي حركه الكساد ايضا داخل السوق الدمياطيه، زي تفعيل الدور الثقافي. المفروض ان المؤسسات الثقافيه اللي هي اصلا بتاعه الدوله يتم تفعيل دورها بالنسبه للشباب، تتلقى الشباب وتمتص هذه النشاطات المختلفه وتوجهها التوجيهات الصحيحة عشان تبقى ضد أي فكر متطرف وتبقى فاعلة للوطن. حضرتك إزاي؟ بدءا من رياض الأطفال، يعني من رياض الأطفال حتى الشباب واليافعة. لو كل دور ثقافة فعلت دورها، ولو كل مدرسة فعلت دورها بوجود المسرح المدرسي، بوجود حصة الموسيقى، بسماع مدرس اللغة العربية لكل تلميذ لو وجد داخله موهبة ما سردية بالنسبة للقصص أو شعرية أو فنية حتى في عزف الموسيقى، وتنميتها وتوجيهها، أعتقد إن احنا يعني هيطلع أو هينشأ جيل واعي، جيل فاهم، جيل منتمي،
جيل محب للوطن وبيحاول ان هو يرتقي بالوطن من خلاله، يعني الاطفال او الشباب او يعني كلهم عمد هذا الوطن. شيء طبيعي ان انت لازم تراعيهم، وحضرتك ازاي؟ صحيح. فده نقطة مهمة جدا، لابد من تفعيل دور المؤسسات الثقافية. أنا معاك، ودايما بنقول دور قصور الثقافة والمدرسة، وأن قد إيه لو هواية صغيرة قوي وإحنا نميناها واشتغلنا عليها الهواية دي هتكبر. صحيح. وتبقى موهبة كبيرة، وكمان الموهبة لما تثقل بدراسة فهتبقى موهبة ليها شأنها في المستقبل. أنا عايز أروح معاك كمان لدور القوى الناعمة. وقد ايه ليها تاثير كبير في الناس. لو احنا عايزين نناشد الناس ولا بنخاطبهم، دايما بتلاقينا بنروح في الاعلام، بنروح للمسلسلات، بنروح ندي رساله من خلال فيلم، من خلال اغنيه. دور القوى الناعمه وتاثيرها في ظل الظروف اللي بتمر بيها مصر والوطن العربي. القوى الناعمه طبعا لها دور فاعل كبير، بس لما يوجه صح، بمعنى ان من المفترض ان انا لما يكون في مجموعه من الشباب يعني ليه ما رجيش في مقهى معين واقعد اتكلم معاهم، اناقشهم في قضاياهم، في مشاكلهم، امتص هذا الغضب، امتص هذه الشحنه، اوجهها صح عشان ما يحصلش الانفصال بينها وبين البلد الواقع. لو جينا نتكلم على قصور الثقافه ايضا، ليه ما يحصلش مؤتمرات يدعى لها كل المدارس ازاي في يوم ما، وليكن اي يوم خاص بالتعليم؟ لماذا لا يحدث استدعاء، او مش بلاش استدعاء، استضافه لكاتب ما داخل مدرسه ما؟ عارف استاذ سيد، انا بدي اقطع كلامك. انا نفسي، بما ان احنا اتكلمنا عن قصور الثقافه والمدارس، انا نفسي في حاجه تانية بقى. بما ان انت ما شاء الله عندك موهبه وكاتب وروائي، نفسي في حاجه تانية كده. كتير من الاوقات لما بلاقي وقت فاضي بروح الصالونات الثقافيه. صحيح في الاول كنت ببقى مستغربه وبقعد مع ناس عندهم 60 و70 سنه، فبلاقي ايه ده، وانا قاعده مع ناس كبار قوي ليه كده، دول جيل تاني. بس بلاقي نفسي في الاول ببقى مستغربه، وبعدين لما بقعد بنغمس معاهم، بغوص معاهم، بيعجبني الجو، بيعجبني الرقي، بسمع، بحس ان انا بفلتر وداني، بنضفها زي ما بيقولوا. صحيح. بالبلدي كده. فايه رايك لو ننضف ودان وعقول شبابنا في المقاهي؟ ايه المشكله لو، طبعا مش هقول لك بقى ان انا اروح مش عارفه ايه والاماكن الصالونات دي مش هتبقى موجود، لكن ايه المشكله لو المقاهي اللي مبدوره بالشباب دي يبقى فيها كاتب وروائي زي حضرتك، يقعد يعمل مثلا كل يوم خميس بتعمل كده ولا؟ هقول لحضرتك، هو على فكره هي التجربه دي طبعا سبقنا لها كتاب كتير في دمياط. ومنهم طبعا روائي كبير وقاص معروف وحصل على جائزه الدوله التشجيعيه للكاتب الاستاذ سمير الفيل. هو يوميا في موجود دمياط؟ طبعا موجود في مقهى ما، بلاش نقول اسمه عشان ما يبقاش دعايه، موجود في مقهى ما ويتجمع حواليه كل عامه الشعب. الله. بيبدا يقرا لهم قصه، بيبدا يقرا لهم قصيده، بيبداوا يناقشوه، بيبدا يتكلم معاهم. لكن ما اعتقدش ان يعني فرد ممكن ما احنا بنعمم بقى. ودي اجمل حاجه ممكن نختم بيها فقرتنا، ان دعوه جميله. كل واحد حتى لو رسام يا جماعه، ما تقعد ترسم في الكافيه زي ما احنا بنشوف الكافيهات مبدوره، لو في المحافظات الكبرى، في القهاوي البسيطه، اي شاعر ممكن يقوم ويقول شعر ويخصص يوم ويعرف الناس ان هو بيقول شعر، اي كاتب ممكن يقرا الروايه او القصه القصيره بتاعته للناس، يقعدوا يتبادلوا الاراء بدل ما احنا بنقعد نهري ودنا في السياسه وفي الفتي، واحنا كتير مننا ما بفهمش في السياسه بس بيفتي بس. طب ما تيجوا نفلتر كده وننظف وداننا واذهاننا، وهتلاقي ان الفن بيرقي ذوقنا وبيرقي كلامنا وحتى تصرفاتنا. انا بشكرك وممتنه ان انا قعدت معاك النهارده، لانك جمعت ما بين حاجتين حلوين قوي انا بحبهم، هو الحرفه والمهنه، وانت ما شاء الله صاحب ايد شغاله وفي نفس الوقت صاحب هوايه. انا ممتنه ان انا قعدت معاك الاستاذ السيد شليل الكاتب والاديب. شكرا جزيلا، اتشرفت بيك، وتحياتي لكل اهل دمياط. ربنا يبارك في حضرتك. وعلى فكره بس النقطه صغيره قوي، اتفضل، ان الفكره اللي حضرتك قلت عليها دي مسبوقه ايضا في حاجه احنا بنعملها في حب نجيب محفوظ. يعني عندما تطاول احد الاشخاص على شخص نجيب محفوظ رحمه الله، عملنا مبادرة طبعا تزعمها ايضا الاستاذ سمير الفيل وفكر داوود ومجموعة كبيرة جدا من الشباب على رأسهم اشرف الخضري، ان احنا يعني كل شهر موجودين في قهوة ما،
ونتكلم عن نجيب محفوظ او احيوا ذكرى كاتب اخر او رمز من رموز البلد. مش نجيب محفوظ كشخص لكن بالزبط. ممكن صلاح عبد الصبور في الشعر ممكن في المسرح في السينما في هايل. انا بحييكم على الخطوه دي ونفسي فعلا مره ثانيه انها تكون تجربه عامه تجوب كل المحافظات في المقاهي في الكافيهات عشان ننور عقول شبابنا. مشاهدينا احنا مش ماشيين فاصل قصير وعلى طول راجعين استنونا.